تسهم التكنولوجيا في تطوير حياتنا اليومية على نحو كان من الصعب تخيله قبل عقد من الزمن، كما يتيح العقد القادم فرصا تنموية لا حصر لها باستخدام البيانات الضخمة بيج داتا والمدن الذكية وغيرها من الإمكانيات التقنية الحديثة. وتأتي دولة قطر في طليعة الدول التي تتبنى تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فمن المتوقع أن نشهد نموا بنسبة 10% سنويا في السوق القطري. وتتصدر قطر الدول العربية في مؤشر جاهزية الشبكة الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي. وقد شهد عام 2013 إطلاق الخطة الوطنية للبرودباند في قطر، الأمر الذي يعكس حرص الدولة على دفع عجلة النمو والابتكار وتبني الجيل الجديد من البنية التحتية. كما أطلقت قطر قمرها الصناعي الأول سهيل واحد ليعزز بشكل كبير التغطية الجغرافية الواسعة لخدمات البث وحلول الاتصالات. وتواصل قطر سعيها نحو تبني استراتيجيات رقمية وطنية جديدة لمواكبة التطور في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بهدف الارتقاء بالحياة اليومية لكل فئات المجتمع وتوفير مستقبل مزدهر لهم. وتبذل الحكومة القطرية جهودا واسعة النطاق كي ترتقي بالخدمات الحكومية المقدمة لأفراد المجتمع، مع التأكيد على الجودة والكفاءة والفاعلية، حيث تركز الرؤية الشاملة لاستراتيجية الحكومة الإلكترونية الجديدة لدولة قطر 2020 على استفادة جميع الأفراد ومؤسسات الأعمال من التواصل رقمياً مع الجهات الحكومية التي تسعى دائماً لتقديم خدمات أكثر شفافية وفاعلية. إن إتاحة كافة الخدمات الحكومية عبر شبكة الإنترنت سوف يمكن الحكومة من تعزيز المشاركة المجتمعية وتحفيز الابتكار. إن الهدف الرئيسي من تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو خدمة جميع فئات المجتمع، ويعد الوصول إلى التكنولوجيا هو القوة المحركة لاستراتيجية مدى، فهي تعزز مشاركة إخواننا وأخواتنا من ذوي الاحتياجات الخاصة بفعالية في كافة أنشطة المجتمع القطري، فتتيح لهم فرصا أفضل للتعلم وتفتح أمامهم آفاقا واسعة في سوق العمل، كما تمكنهم من تطوير مهاراتهم الاستقلالية. وفي ظل ما يشهده العالم من تطورات متلاحقة، يتوجب علينا حماية أفراد المجتمع وشبكات البنية التحتية الحيوية في دولة قطر من المخاطر والتهديدات الإلكترونية، مع الحفاظ على فضاء إلكتروني مفتوح وآمن. وتضع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني الإطار القانوني والتشريعي، وتعزز ثقافة الأمن المعلوماتي والاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية الفضاء الإلكتروني للأجيال القادمة. إن حكومة دولة قطر ملتزمة تماماً ببذل مزيد من الجهود الرامية إلى إثراء حياة أفراد المجتمع ودفع عجلة الازدهار الاقتصادي، فلنعمل سوياً من أجل تسخير قوة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستفادة منها اليوم وغدا ولسنوات عديدة قادمة.